انا بتوع شياب مع اخوي مع اخويا اخوك مين؟ اخوي عزات اللي بظل عمل فيه مجالي. اصلا تحيه لك يا عزات. الف تحيه يا عزات. شكر شكر وحرام. شكرا يا عزات انك متحمل يحيى عشان حرام حرام. بتعرف ايش؟ حرام مسكين بظل عمل فيه مجالي. طب ايش تعمل فيه مجالي؟ مش حرام عليك يا زلمة؟ بضحك المتابعين بس عشان ضحك المتابعين وتجيب مشاهدات تعمل مقالب في اخوك؟ طبعا. ما انا بتعرف شو عملت لك فيه؟ شو؟ وقعت لك على راسه بيضتين. بيضتين؟ بيضتين نيات. ها؟ وبس نلعب تحدي انا وياه ايش؟ ببقى عليه خمس بيضات وبخليه ياكل بيضتين، بموت على البيض. هو بعشق البيض يا زلمة، بعشق البيض. وهو نايم مرة ايش عملت لك فيه؟ شايف الطحين هذا اللي عملوا فيه اكل، قلت لك عليه؟ الطحين؟ طحين على وجهه طلع ابيض 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 ابيض.